ديري لبسها لكم كلشي مزيان. شكرا لكم احبائي، شكرا لكم على الدعم ديالكم، شكرا للناس اللي انضموا لقناه جدد اليوم، شكرا لقناه لاله مربوحه اللي في الحقيقه فرحت اليوم فرحتي لا توصف، النهار كامل واختكم فرحانه ومخلوعه وشي هي مسدوده في الحقيقه فرحتوني. شكرا لكم، شكرا للناس اللي انضموا لقناتي من قناه لاله مربوحه، قناة مربوحة تي في، شكرا لهم، شكرا بزاف بزاف، شكرا لالا حدا، شكرا نادية، بسببهم اليوم الفيديو ديالي طلع في المشاهدة، شكرا لهم بزاف بزاف احبائي. شكرا في الحقيقة كنشكر الناس اللي المتتبعين ديال لالا مربوحة اللي دخلوا لقناتي وشافوا الفيديو وفرحوني، وفي ظرف ساعة الحمد لله الفيديو وصل 1000 مشاهدة، عمرها ما كانت ليا في الحقيقة أن الفيديو وصل ليا 1000 مشاهدة، فرحت بزاف. ودابا عاوتاني طليت عليه لقيته وصل 2000 وشي حاجة، الحمد لله يا ربي، هذا من فضل الله ومن فضل المتتبعين الأوفياء ومن فضل خواتاتي وصحباتي اللي شافوا الفيديو اليوم، كنشكرهم كاملين، صحباتي في اليوتيوب وصحباتي اللي كنتواصل معاهم وصحباتي اللي ما كنعرفهمش غير هكا، كنعرفهم غير من اليوتيوب من الكومنتيرات، ونشكرهم بزاف، كنشكر خواتاتي بزاف بزاف، كنشكر جزيل الشكر المتتبعين الاوفياء نتاع لاله مربوحه، كنتمنى لهم التيسير والرزق والوافير، وان شاء الله يا ربي حنا راه عزيزه علينا خالتي مربوحه القلب الكبير، ان شاء الله وعدتني غادي تجي فرنسا عند ولدها وغادي تجي عندي هنايا ان شاء الله لمدينه كليغمون فيغون، وبحال اللي جات عند بنتها والله اكثر وربي اللي عالم. كنشكرها بزاف، وان شاء الله غادي نمشي للمغرب وغادي ندير واحد الفيديوهات يكونوا زوينين عندنا في الطبيعه ديال المغرب وفي الجرده ديالنا، ونعرفكم على عائلتي الكبيره وان شاء الله يا ربي، وخوتي والعائله كامله ان شاء الله يا ربي، ونكون دائما عند حسن المستوى اللي كيتمناه الجميع، وهذا الشيء اللي كنتمنى يا ربي، ويحبوني الناس. كتيقول المثل الا الله سبحانه وتعالى حبب فيك الخلق ديالو، هذا الشيء من فضل الله سبحانه وتعالى. كنتمنى ان الناس يحبوني ويدخلوا لقناتي ويشجعوها وتكبر وتولي قناه سهيله فلوج ان شاء الله مشهوره، ويشوفوها الناس الاوفياء والناس البسيطه والناس الطيبه اللي كتبغي الخير للجميع. كنشكر بزاف الناس اللي انضموا لقناتي من قناه مربوحه تي في، شكرا لهم في الحقيقه. بنادم كما كنقولوا في المثال اللي ما عرفك خسرك، في الحقيقه خص الواحد يجلس مع الواحد ويعرفه وعاد يحكم عليه، ومن هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوا الصداع اللي نايض ديال عبر القنوات وعبر المشاكل اللي تيكونوا ما بين الاسر. انا من نظري هذاك المشاكل اللي كيكونوا في الاسر ما كاينش علاش يبقاو يبانوا العالم يشوفهم، ولكن الناس كيبقاو يكتبوا في الكومنتيرات وكيجيو من شي ويوقفوا الصف شي. في الحقيقه كل واحد عنده مشاكله في داره، ولكن هذيك المشاكل خصها تكون مستوره ما يشوفوهاش العالم، وفي الحقيقه الناس ما يحكموش غير من عبر الفيديو، حيت ما وراء الفيديو كتكون هضره، وفاش كتجي كتصوري الفيديو كاين الناس اللي كيعطيوكم وجه اخر من غير الوجه ديالهم الحقيقي اللي من وراء الفيديو من وراء الكواليس كما كنقولوا. الواحد ما خصوش يحكم على الناس مباشره، خصو يشوفهم ويجلس معاهم ويعرفهم، وما يبقاوش الناس يجرحوا في هذاك الكومونتيرات وفي هذوك بزاف الحاجات. زعما انا هاد ديال النظريه ديالي، خص الواحد ما يحكمش عليك من اول فيديو كيشوفك ولا من غير الفيديوهات اللي كيشوفك، خصو يعاشرك ويعرفك، وقالك اللي ما عرفك خسرك. الحقيقه هذا المثال كينطبق على بزاف الناس، تيقولوا لي ما عرفك خسرك. انا اليوم معايا صاحبتي جالسه معايا هذه تقريبا يومين وهي بايته معايا، ومنساني وعمره عليا الدار، ومول الدار ما كاينش، خدام خارج شويه على المدينه فين كنسكن، وجات ونساتني وجالسه معايا ومعاونه انا وياها على الشغل وكتعاوني، وحتى جارتي من الجزائر، تحيه للناس الجزائر بزاف، تحيه لهم كبيره خالصه من اعماق قلبي. عزيزه عليا جارتي الجزائريه، حتى هي وحدانيه وما ليها حد هنايا، وانا اللي الونيس ديالها الوحيد، حتى هي ما عندها لا وليدات لا والو،
وديما كتطلع عندي وكتونسني النهار كامل وهي معانا عاد كي مشات دابا قالت لك نخليكم تصور الفيديو بخاطركم، البارح كانت معانا ولكن اليوم خصها تشرب الدواء باش تنعس. كما كتعرفوا اللي تيديروا يضربوا الانسولين خصهم ديما يكونوا ينعسوا شويه بكري ويشربوا الدواء ديالهم. وتم نشكرها بزاف في الحقيقه، تحيه للناس الجزائر. وكنتمنى انهم يكونوا عندي متشاهدين اوفياء من الناس الجزائر الشقيقه ان شاء الله يا ربي. وصاحبتي بشرى غادي تبلغ لكم التحيه وتسلم عليكم، اول مره غتبان معايا، اول مره في التاريخ غتبان معايا صاحبتي في القناه. ان شاء الله تعرفوا عليها، وانسانه طيبه وبسيطه وظريفه وفي الحقيقه ونساتني وعمرات عليا الدار، فنشكرها بزاف 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 بزاف. قالوا لها خوتها قبيله تفرجوا في الفيديو ديال الصباح، وقالوا لها علاش ما بنتيش في الفيديو، باني مع سهيله في الفيديو، وقالت لي يلا هتصوري واحد الفيديو نبان معاك. وقلت لها الناس انا غادي ندير واحد الفيديو غنشكر الناس اللي انضموا لقناتي وشجعوني ووصلوا لي الفيديو ل 2000 كا. كنتمنى الفيديو يزيد يوصل، علاش لا يوصل شي نهار ل 100000 ولا 200000، هادشي اللي كنتمنى في الحقيقه، هادشي اللي كنتمنى شي نهار نفرح ونفيق ونلقى شي فيديو ديالي يطلع ونفرح كيما فرحتوني. الله يجعل ايامكم كلها فرح فرح، وتبقاو ديما فرحانين كيما فرحتوني، هي فرحه وخلعه في نفس الوقت. وكنشكر الناس ايضا اللي داروا لي الديزلايك، عمرني ما في التاريخ ما وقعت لي ان الديزلايكات جاوني، وهذا دليل ان القناه ديالي غدا مزيان مادام داروا لك الديزلايك، مادام القناه ديالك غتنجح. كانوا تيقولوا لي بزاف الناس تيقولوا لي سهيلة محد الديزلايكات غادي يجيوك في القناه، عاد عرفتي قناتك غادي تنجح. شكرا لهم حتى هما اللي داروا لي الديزلايك، وشكرا اللي داروا لي اللايك، وشكرا لكم كاملين 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 احبائي كاملين. كنتمنى اللي داروا لي الديزلايك حتى شي نهار يحبوني، واللي داروا لي اللايك لا جات على خاطركم، راه انا انسانه متواضعه ودرويشه وخصكم تعاشروني عاد تعرفوني وتحكموا عليا. ما تجيوش تحكموا عليا من الاول وديروا لي الديزلايك، ولكن الحمد لله ما بقاش فيا الحال، حيت ربما ما كتعرفوني شخصيا، وربما مع المده غادي تحبوني وتعرفوني، ولا دارت الظروف علاش لا نتلاقاو اجيو عندي مرحبا بكم، الف مليون مرحبا هنايا الكليرمون في فرنسا. اللي جا وبغى يتعرف عليا ونتواصلوا ويدخل عندي الخاص ونتصاحبوا ونكونوا اصدقاء ويجيو عندنا مرحبا بهم، اجيو مرحبا بكم بحال اللي جيتو عند اختكم ولا شي وحده من العائله، اجيو مرحبا والف مرحبا. غنخليها تبلغ التحيه يلا. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شغن نقول لك تلفات يا تقول ديروا لايك، ديروا لايك البنات سهيله كتستاهل، تستاهل ديروا لها لايك بزاف. تتحشم هي قولي لهم مرحبا بكم في القناه ديالنا، قناه سهيله، قناه المتنوعه، غنبقاو نخرجوا انا وصاحبتي وغتديني بالطوموبيل وتديني ان شاء الله غتشري طوموبيل وتديني نبقى ندير الفلوغات في الطبيعه وفي الجبال وفي الويدان وفي كل شيء، غنبقى نخرج انا ويا. دابا الحمد لله درت واحد الصديقه، غنبقى نخرج انا ويا وندير لكم واحد الفلوغات واعرين، نخرجوا شويه من المطبخ ومن الكوزينه، عينا من المطبخ ومن الكوزينه طلعت لنا في الراس في الحقيقه. قبيله انا فرحت، وفي الحقيقه بالفرحه ديالي، وكانوا خوتي كيهضروا معايا من المغرب اللي كانوا صوروا مع لالا حاده، كنبوسها وكنقول لها شكرا ليها، والله يشافيها ويكون معها يا ربي. وان شاء الله غادي نمشي الفرج قريب، وغنمشي المغرب وغنتلاقى معها وغندير انا وياها واحد الفيديو، باقا غادي يجي عندنا باق الدور ان شاء الله يا ربي لدارنا، وغادي يصوروا فيديو جديد معاه ان شاء الله خواتاتي، يجي عندنا الدار، وعدنا انه غادي يجي عندنا ان شاء الله يا ربي، لانهم الناس كيستحقوا اننا نبقاو معاهم. في الحقيقه ناس متواضعين وظريفين، وكان الاب ديالي انا الله يرحمه ويوسع عليه كان تما كيخدم تيحفر البيار وكيديروا البومبا وهداك الشيء، كان تيخدم في بلاد الشلوح وبلاد الناس ديك البلايص نتاع عين حناش وقدربالة الحاج قدور سبعيون، كاملين هاد الناس كلهم كيعرفوا الاب ديالي كان معروف وكيحفر البيار، وفين ما مشى كيحفر البيار، واي بلاصه كيحفر فيها البير الماء كيخرج هكايا من عند الله دغيا كيطلع الماء في البير دغيا، كان با مرزاق
وسبحان الله العظيم فاش توفى كان هو عزيز عليه الشجر وينعس تحت الشجر في الطبيعه عندنا تحت في الكازو وتينعس على الشجر هذاك الشجر هاك كندلي عليه تنقول له هذاك الشجر اللي عنده السوالف تنقول له الشجر اللي عنده السوالف وكان تيجلس وكان الله يرحمه فاش مات سبحان الله العظيم فاش مات جا القبر ديالو في راسو الشجره وفي رجليه الشجره مضلالو على القبور ديالو وكان باغي تيحفر عندنا في البلاد كطلع عندنا الماء الماء في العيون عندنا العيون هكا في البلاد ديالنا العيون هكا يا تيخرجوا هكا العيون عندنا بواحد البلايص بحال لا بيسينات وتيعوموا فيهم الدراري ان شاء الله لمتيت غنبيكم للطبيعه ديالنا ان شاء الله غير طلبوا معنا الله راحنا قنطنا ويا ربي تحل علينا هذا الطاقة نمشيو ونزورو الحباب ونديوكم معنا تساري وتنتيو ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وبالمناسبه درت واحد الكاستاتاي بالفرحه الفيديو اللي وصل 2000 كا درت واحد البراتاتاي وكما كتعرفوا الخير موجود وهنايا السقاطه فعل تارك كما كتعرفوا هنايا الخير موجود والسقاطه موجوده وكل شيء موجود قلت علاش ما نوضش ندير واحد البراتاتاي حد صاحبتي معايا ونشكر الناس وشكرا لكم احبائي شكرا 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 انتي غتبقاي ساكته وهضري هذاك كيكو ساكت وانتي ساكته كيكو علي راسي كيكو فاهم في كل كاشوز ما غاديش يهضر ما يهضرش هذا بعد المرات دابا باش نكون انا قبيله كان هضرتي يقول لي جيم 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 تدي رايني نعس قال له مالك مالكي تيهضر صافي بابا سكت بابا في الحقيقه بالفرحه قبيله هضروا معايا خوتي تنقول لكم تنشكرهم بزاف خواتاتي العزاز حنان في الحقيقه كاع البنات اللي عيطوا لي وباركوا لي على 2000 مشاهده قالوا لي تهلاي في خواتاتك هضروا خواتات وفيات بزاف تهلاي فيهم قليل فين تلقاي الخواتات بحال هكا الحمد لله عندي واحد خواتاتي ماشي غنشكرهم لكم ولكن هما انا وياهم متقاربين بزاف تنشافوا بزاف الحاجات وهما تيبغيوني وانا كنبغيهم وحتى في السن متقاربين وما نقول لكمش عليهم الله يعمرها سلعه الله يعمرها سلعه الله يعمرها سلعه في الحقيقه هما واخا خوتي من با ولكن بحال خوتي شقه ما كنحسبهمش انا خوتي من با بحال خوتي شقه باش تعرفوا بالله راه حتى الخوت ما يكونوش شقه تيكونوا حنان بزاف 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 وتربينا في دار وحده كاننا خوت من ام واب واحد ولكن حنا هما امهم بوحدهم وانا امي بوحدي اختي زينب امها بوحدها واختي عزيزه امها بوحدها وانا امي بوحدها كنبقى بجوج ثلاثه العيالات كانوا الناس ديال شحال هادي كانوا قادين بالمسؤوليه يتزوجوا اربعه وثلاثه وقادين كل دار قادين عليها دابا مرا وحده وما تقدش عليها الراجل ديال دابا مرا وحده ما يقدش عليها كانوا الناس ديال شحال هادي كانوا تبارك الله الرزق عندهم وتيتزوجوا وتيولدوا وليداتهم وكل شيء كيكبر في دار وحده وكل شيء كيكبر من تفاهم وكل شيء ماشي بحال دابا والله الا ماشي بحال دابا كبينا اتاي يا اختي كبينا اتاي فرحت بزاف شكرا حبابي وبالسلام وسلام على رسول الله الى جا الى جا سيدنا محمد الله معاه جا العز يا ولدي نعس كنت طلقت واحد الزغريته كبيره بالفرحه قبيله ما حسيتش براسي زغرت شكرا شكرا فرحتوني الله يفرحكم ويجعل ايامكم كلها فرح فرح ان شاء الله يا ربي شكرا لكم شكرا كنتمنى تزيدوا تزوروا قناتي وتشوفوا الفيديوهات التحتانيين لانهم فيديوهات زوينين وكيستحقوا قناه زوينه في الحقيقه متنوعه شكرا حتى كيكو معايا راه كاين في القناه كاين معايا كيكو حتى هو منسني ديما ياك كيكو ياك زوين كيكو كي جاتكم رشيدة 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 يا رشيدة رشيدة ويلي ويلي دوخات يا ويلي رشيدة ويلي 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 كي جاتكم الصديقة ديالي بشرى زوينة ياكم ظريفة بزاف بزاف بشرى تقول كيكو يا كيكو يا كيكو زوين يا كيكو يا كيكو يا الفن عيان فين ورايا الناس ديال بيوتو
في الحقيقه القناه ديال مربوحه تي في كان لها الفضل الكبير والكبير انها في اليوم في الفيديو ديالي انه تهز في المشاهده، الفضل ديالهم كبير كبير كبير. شكرا لهم، شكرا 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 لهم بزاف بزاف، ديما بقاو في القلب وديما الناس كيبغيوهم. ومادام الواحد دخل هذا اليوتيوب ابلاوه تيكون عنده اللي كيبغيه واللي كيكرهه، حيت كاينين المنتقدين وكاينين المحبين، وهذا هو اليوتيوب. كاين اللي غادي يكرهك وكاين اللي غادي يبغيك الخير، وكاين اللي كل واحد وكيفاش وكل واحد وهذاك كتبقى الحريه الشخصيه وكل واحد والراي ديالو. ولكن كيكو كيسلم عليكم وبشرى كتسلم عليكم حتى هي. دابا هي راه هضرات شويه، راه ملفه شويه شويه تهضر معايا وكتضحك، ولكن دابا ملي جات حدا الكاميرا حشمات ما بغاتش تهضر. بغاتش تهضر حشمات، حشمات ان شاء الله غتعوض على الكاميرا. حتى هي تنوض دير لنا واحد القناه، كلشي دار قنوات، علاش انت ما ديريش نوض دير قناه تونسي بها وندعمك صافي ونصور معاك ونعاونك في المونتاج و... ان شاء الله. علاش لا، مالا الواحد يدير قناه يعمر وقته. البنات ديروا لايكات بزاف بزاف. شكرا 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 بزاف بزاف، قليله في حقكم، ربي يخليكم ليا وتبقاو ديما مسانديني احبائي. وكنشكر الجنود ديالي اللي كانوا وراء وراء هذا النجاح ديال هذا الفيديو، جنود الخفاء، اخواتاتي جنود الخفاء. شكرا لهم، شكرا للعائله كامله، وشكرا لكم احبائي، وشكرا شكرا لقناه مربوحه تي في، وشكرا للمتتبعين الاوفياء ديال قناه مربوحه تي في، شكرا لهم بزاف بزاف. وشكرا للناس اللي انضموا لقناتي من جهتها، من قناه مربوحه كنشكرهم، راه دخلوا عندي في التعاليق وقالوا لي من قناه مربوحه. شكرا، كنتمنى قناتي تعجبكم وتزيدوا تدعموها، وان شاء الله نوصلوا جميع وتفرحونا، وان شاء الله يا ربي. وكنتمنى لكم مسيره موفقه احبائي كلكم. لايكات لايكات لايكات، وبعد غادي يديروا لايك، غادي يديروا لنا، انت غتقول لهم لايك وبعد غيديروا لنا ديزلايك. وياه دابا هما غادي يحكموا علينا من هذا الفيديو، غيبقاو يديروا لنا ديزلايك، ولكن هما عارفين شكون البنات كي داير وحنايا كيفاش دايرين. ما تديوش علينا مره مره كطلع لنا السعاده، مره كتهبط مره. ولكن خصكم تعاشرونا وتجلسوا معنا وتعرفونا كيفاش دايرين، ما تحكموش علينا من الفيديو البنات، ما تحكموش علينا من الفيديو، قالك اللي ما عرفك خسرك. حنا زوينات، حنا ظريفات بزاف بزاف بزاف، ومتواضعات بزاف بزاف بزاف. ما تديوش على الفيديو، راه ما وراء الكاميرا ما وراء الكواليس، حنا طبيعيين، وحتى حنا كنديروا شده الدره ونديروا الفواطه، الا ما كانش فواطه ما نقضيوش الشغل. وفاش جينا نصوروا الفيديو عاد قدينا راسنا باش نبانوا لكم زوينين في احلى احسن صوره كيما تعودتوا علينا في الفيديوهات ديالي. حتى حنا راه البواطه والدره وما نقولكمش، والتقاشر راهم غلاض غلاض اللي لابساهم، راه عندنا البرد، عندنا البرد 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 القارس، نتوما عندكم الصبح حنا عندنا البرد. شكرا 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 احبائي، ونتمنى لكم مسيره موفقه، وشكرا لكم على الدعم، والى اللقاء مع فيديو ثاني ان شاء الله. الى اللقاء.